السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أعود إليكم أصدقائي في هذا الوقت، وقت الإنتاج، وقت إنتاج الحصون بمجموعة كبيرة من طيور الحصون الطفرة. هنالك في هذا العرض أصدقائي طفرة الرأس الأبيض، ما شاء الله على هذا الجمال، الرأس الأبيض، وكذلك موجود طفرة الإيمو وطفرة الأغات والطفرة الصفراء. الأسعار أصدقائي، وسعر الحصون الرأس الأبيض أو الإيمو أو الأغات، سعر واحد 340 أورو للحصون الواحد، 340 أورو لحصون الرأس الأبيض أو الأغات أو الإيمو. كل هذه الطيور في صحة جيدة، ليست فيها لا عيوب ولا أمراض، وإن شاء الله كل هذه الطيور الآن أصبحت جاهزة بنسبة كبيرة جدا للإنتاج. وكذلك أصدقائي، يوجد في هذا العرض إن شاء الله حصون بورتير، أي حامل للطفرة، 250 أورو حامل الطفرة رأس أبيض. يعني يكفي أن يكون هذا الحصون البورتير مع أي حصون رأس أبيض يعطينا فراخ 100% رأس أبيض. وكذلك يوجد حصون الأصفر، سعر الحصون الأصفر 480 أورو. كل هذه الطيور أصدقائي للإخوة في تونس أو في ليبيا أو في الجزائر الشقيقة ممكن أن يصل إليهم الحصون حتى مقر الإقامة، طبعا مع زيادة معلوم السفر، سفر الطائر للجزائر أو حتى ليبيا. عرض أمامكم من هذا العرض، الاتصال يكون على الواتساب أو الهاتف، الرقم أمامكم. كل هذه الطيور كما قلت في صحة جيدة. وفي الأخير تحياتي والسلام عليكم، كان معكم عماد العرفاوي وموسم متميز للجميع إن شاء الله.